بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل متى إصحاح 26. وصلنا إلى عدد 54. قبلها ربنا يسوع له المجد بيقول: أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ فكيف تكمل الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون؟ في تلك الساعة قال يسوع للجموع: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني. كل يوم كنت أجلس معكم أعلم في الهيكل ولم تمسكوني. ليه ربنا يسوع له المجد قال لهم كده؟ عاوز يقول لهم: لو أنا غلطان ما مسكتونيش ليه في النور؟ لو أنا فعلا مخطئ، أنا كل يوم موجود، وأنا حرامي وأنا هربان. أنا مش هربان، أنا كل يوم معاكم في الهيكل، إنما كونكم بتمسكوني في الضلمة بعيد عن الناس يبقى الغلط فيكم مش فيا. فربنا يسوع حب يقول للعساكر: أنتوا صدقتوا رؤساء الكهنة إن أنا غلطان؟ لو أنا غلطان طب ما أنا كنت في الهيكل الصبح، ما مسكتونيش ليه قدام الناس إذا كنت غلطان؟ كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني. كل يوم كنت أجلس معكم أعلم في الهيكل ولم تمسكوني، وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء. قال لهم: معلش، ما هو لازم الأنبياء اللي قالوا يحصل وأحصي مع أسمة. يعني هو ربنا يسوع اتمسك وكأنه من الخاطئين اللي عليهم أحكام. حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهرب. التلاميذ لما لقوا الحكاية فيها سيوف وفيها عصيان وفيها عساكر وفيها جلبة خافوا، وكلهم جريوا، كلهم بعدوا عنه بدون استثناء. وده اللي كان بيقوله لهم ربنا يسوع له المجد قبلها بساعات: كلكم هتشكوا. وساعتها بطرس اعترض وقال له: إن شك فيك الجميع أنا لن أشك. قال له: أنت بالذات تنكرني 3 مرات. والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافة رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة والشيوخ. طبعا الأيام دي أيام عيد عند اليهود، وأورشليم زحمة، وهم مش عاوزين يأجلوا، لأن لو أجلوا المحاكمة لتاني يوم أو تالت يوم الجماهير هتعرف ومش هيسيبوهم في حالهم. فهم استفادوا ان الليلة دي كل واحد مشغول بحكاية الفصح، وكل الناس ملمومة في بيوتها وكل واحد مع اهله، وقالوا الليلة دي لازم نخلص كل حاجة، لان لو اجلوها بعد العيد هيتراكم الجموع ومش هيسيبوا الموقف يعدي. فعلى طول طلعوا بيه على قصر قياف رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة والشيوخ. طبعا هم كانوا مبلغين بعض، فكانوا كلهم مستعدين عشان يحكموا بالليل. وحكاية يحكموا بالليل قانونيا خطأ، لأنه ما فيش محكمة تعقد في الليل أو ما فيش حكم يصدر في الليل، إنما هما دلوقتي بتوع الضلمة مش بتوع النور، فأي قانون ممكن يتكسر عشان يوصلوا لأغراضهم. وأما بطرس فتبعه من بعيد. هنا بطرس هرب زي ما الباقيين هربوا، إنما رجع بقى اتسحب كده وابتدى يمشي سايب مسافة بينه وبين العساكر عشان ما ياخدوش بالهم انه ماشي وراه. تبعه من بعيد الى دار رئيس الكهنة، فدخل الى داخل وجلس بين الخدام لينظر النهاية. هو بطرس ما دخلش الى داخل القصر، ولكن دخل الى داخل الحديقة اللي فيها القصر، فاصبح جوه القصر لكن مش جوه المبنى، مش جوه الأوضة اللي فيها ربنا يسوع له المجد. فلما يقول دخل الى داخل يعني اصبح شايف المسيح من بعيد جوه بيتحاكم، وهو جالس يصطلي بر. يعني الدنيا برد بقى، الليالي دي برد، فتلاقي الشغالين دول يعني عاملين نار وقاعدين حواليه. وجلس بين الخدام، هنا الخدام خدام القصر، يعني الناس اللي بيخدموا عند قياف، لينظر النهاية. ما هو الدنيا زحمة وفي عساكر كتير وفي عمال كتير، فهو يعني دخل في الزحمة وكأنه ما حدش هياخد باله. وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه.
كانوا مجتمعين عند قيافة وعمالين يتأمروا ايه الشهادة او ايه التهمة اللي ممكن نمسكها عليه عشان نحكم بالاعدام، فلم يجدوا، يعني هم نفسهم مش عارفين يمسكوا عليه اي تهمة عشان يحكموا بها. ومع انه جاء شهود زور كثيرون لم يجدوا، يعني وهم الشهود دول بيتكلموا يطلع التهمة كده تعبانة ومش راكبة وما تنفعش، وهم مش عارفين يعملوا ايه. ولكن اخيرا تقدم شاهد زور، يعني جات كذا شهادة زور لكن مش مجدية. في الاخر اتقدموا اتنين بيقولوا الاتي، وقال هذا قال اني اقدر ان انقض هيكل الله وفي 3 أيام أبنيه. الكلام ده ممكن تلاقوه في إنجيل يوحنا تاني إصحاح، لكن هو ما قالش أنا أنقض، هو قال الحقيقة أنقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أبنيه. وعلى طول يوحنا يعلق ويقول يقول هذا عن جسده، عن هيكل جسده، لأن ربنا يسوع في العهد الجديد علمنا أن احنا هياكل الله، فالمسيح له المجد بالأولى، هو الله الساكن في الجسد، الله المتجسد. فقال على جسده انقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أبنيه، أشار إلى موته وقيامته. إنما هم حوروها وقالوا هو بيقول أنه يقدر يهد الهيكل. طبعا حكاية يهد الهيكل دي تفزع اليهود وتعتبر بقى فتنة ومؤامرة على الهيكل. إني أقدر أن أنقض هيكل الله وفي 3 أيام أبنيه. فلاحظوا دايما شهادات الزور تغير في الكلام وتغير في المعاني عشان تثبت التهمة على المظلوم. فقام رئيس الكهنة وقال له أما تجيب بشيء؟ هم أصلهم عندهم قوانين وبيحاولوا يركبوا التهم على القوانين عشان الحكاية بقى لها شكل أو عشان يخدروا ضمائره. ماذا يشهد به هذان عليك؟ انت مش سامع بيقولوا ايه عليك. أما يسوع فكان ساكتا. سكوت ربنا يسوع له المجد درس، لأن ربنا يسوع اتكلم في الحق كتير ونادى بالحق وعلم الناس الحق، لكن زي ما قال الحكيم للكلام وقت وللسكوت وقت. لو أنت مظلوم ولو كلمت الكلام لن يجدي، سيب ربنا بقى ياخد لك حقك. إنما لو في فرصة تدافع عن الحق وتشهد للحق، اشهد للحق. ربنا يسوع اختار يسكت لأنه لو اتكلم وطلع براءة احنا كلنا هيحكم علينا بالإعدام. ربنا يسوع كان لازم يسكت بالرغم ان السكوت صعب قوي في الوقت ده، لما الواحد يكون مظلوم وكل الغش قدامه وكل الكلام غلط بيبقى عاوز يصرخ مش يتكلم. ده ظلم، ده غش، انتوا بتألفوا. إنما ربنا يسوع له المجد كان ساكتا عشان يعلمنا أن الواحد ممكن يسكت في وقت ظلم. أما هو فتزلل ولم يفتح فاه. تزلل يعني ارتضى السكوت، عشان كده في صفانية 3 يقول لأنه يسكت في محبته، يعني من كتر محبته يسكت. أصل لو اتكلم مين الخسران؟ البشرية كلها خسرانة. لو ربنا يسوع اتكلم ودافع عن نفسه وابطل كل التهم دي، طب ما مش هيعرفوا يلاقوا تهمه يموتوا بيها. اما يسوع فكان ساكتا. فاجاب رئيس الكهنه وقال له استحلفك بالله الحي ان تقول لنا هل انت المسيح ابن الله؟ هما مش لاقيين ولا تهمه يعني تمسك قوي، واخر تهمه يمكن مشيت شويه لانه محدش فندها حكاية أنقض الهيكل. إنما هو رئيس الكهنة حابب يمسك تهمة أقوى، لأنه اللي يقول عن نفسه أنه ابن الله يبقى جدف. فهم عارفين أنه من كل في كل حتة الناس بتقول عليه هو المسيح ابن الله، فهو عاوزها تطلع منه عشان يبقى إيه مسك التهمة بقى اللي يعني تضيع. أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع أنت قلت. وعاوز أقول له أنت مش عاوز تمسك علي تهمة ماشي، أنت قلت يعني أيوة أنت عارف، أو أنت قلت يعني نعم نعم هي دي الحقيقة.
وأيضا قال له بص أنا سهل عليك المأمورية، إذا كنت نفسك تلاقي كلمة تتمسك، أيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. ليه اختار الكلمة دي؟ دول يهود مذكرين ورئيس كهنة وكتبة، دانيال تنبأ عن المسيح وقال رأيت مع سحب السماء وإذا ابن إنسان آتيا على سحاب السماء. فالنبوة دي كانت مشهورة عندهم، لا تقال إلا على المسيح ابن الله اللي يأتي على السحاب عشان يدين البشرية كلها. كأن ربنا يسوع بيقول لهم معادنا اللي جاي مع بعض وأنا جاي على السحاب عشان أنتوا اللي تبقوا في قفص الاتهام ساعتها. أنتوا النهاردة موقفيني متهم وأنا راضي بكده، إنما المرة اللي جاية أنا الديان وأنا اللي جاي على السحاب وكلكم هتترعبوا ساعتها وتصرخوا من الخوف. فقال لهم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة. اختار كلمة ابن الإنسان لأن ده التعبير اللي قاله دانيال النبي، وآتيا على سحاب السماء، وده التعبير الثاني اللي قاله دانيال. فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا قد جدف، ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ وبيمثل بقى ممثل بارع، قال لهم كده هو جدف، بدال قال كده على نفسه يبقى ادعى الألوهة، يبقى كده مش محتاجين شهود، مش محتاجين تهم، كده التهمة ثابتة. ها قد سمعتم تجديفه، يعني عاوز اعتبرهم كل الموجودين دول شهود، طبعا دول عشرات السنهدرين كله موجود. ماذا ترون؟ برضو قال يعني مش متفقين. فأجابوا وقالوا إنه مستوجب الموت. حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه، وآخرون لطموه قائلين تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك. دي بداية العذابات، لأن ربنا يسوع له المجد عد على كذا محكمة في الليلة دي وعلى كذا مرحلة عذاب. فمن أول قصر قيافة لما ربنا يسوع له المجد اداهم الكلمة اللي يمسكوها، وكده اعتبروها شهادة من العشرات انه جدف، والتجديف عند اليهود عقاب والموت. خلي بالكم خطية التجديف موجودة في القانون اليهودي في الشريعة، لكن مش موجودة في القانون الروماني، فما تنفعش التهمة دي يقدموها لبيلاطس. يعني هم دلوقتي عندهم مشكلة، هم حكموا كيهود انه جدف، والتجديف هنا كأن واحد شتم ربنا يستحق الاعدام. انما لو راحوا لمندوب قيصر اللي هو بيلاطس وقالوا له الراجل ده جدف، يقول لهم انا مالي، جدف دي ما تفرقش معانا، اللي عاوز يقول اي حاجة يقولها، انما ده لا قتل حد ولا سرق ولا عمل مظاهرة وما عملش حاجة ضد السياسة او ضد القانون الروماني، فلازم يشوفوا لهم حجة تاني عشان ياخدوا بيها قرار الاعدام المدني. هم خدوا قرار اعدام ديني، انما ما يقدروش هم يحكموا او ينفذوا الحكم. حينئذ بصقوا في وجهه، هنا تلاحظوا ان الحكاية فيها غل، لانه وهو ده في الحكم، ده مش في الحكم، يعني حتى لو حكم عليه بالاعدام ظلما طبعا، انما هنا تلاحظوا انه كلهم الشيطان مخليهم كده مليانين غل وحقد وكراهية للمسيح له المجد، لأن كل الناس بتحبه والناس كلها سابتهم، هم دول معلمي اليهود اللي المفروض الناس تمشي وراهم، محدش ماشي وراهم دلوقتي، فمغلولين وغضبانين منه. بصقوا في وجهه، طبعا كل كلمة من دول تخلي الواحد يتضائر ويخاف. من هذا الذي يبصقون في وجهه؟ ربنا يسوع له المجد اللي خلق السماء والأرض والنجوم، اللي في إيده مصائر البشر، يحتمل إلى هذا الحد؟ ده مين فينا يحتمل حد يعمل فيه كده؟ وبعدين احنا كلنا بشر في بعض، كلنا تراب في بعض، إنما ده ربنا له المجد، إزاي كان ساكت؟ إزاي احتمل ده كله؟ ولكموه، يعني الإهانات بتتزايد، وآخرون لطموه، بقى كل واحد يتسلى شوية. ودول لسه دي مرحلة الشيوخ والكتبة ورؤساء الكهنة، احنا لسه ما دخلناش على العساكر، العساكر أسوأ،
وأكثر عنفا وقسوة، قائلين تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك. هنا دخلنا في الإهانات بقى والتريقة والسخرية. يعني شوفوا لما واحد فينا حد يتريق عليه بيصعب عليه، وممكن يعني كرامته توجعه، وما ربنا له المجد لما يكلموا عليه الكلام ده وبعدين يشككوا فيه وهو ساكت. تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك وساكت، لأنه فاكرينه مش عارف مين دول، وهم عددهم كبير. فقالوا له أنت عارف بقى مين اللي ضربك؟ أما بطرس، طبعا بطرس قاعد بره، فكان جالسا خارجا في الدار، فجاءت إليه جارية قائلة: وأنت كنت مع يسوع الجليلي. فأنكر قدام الجميع قائلا: لست أدري ما تقولين. عارفين بطرس أنكر ثلاث مرات أو ثلاث مراحل. وهنا يورينا حاجة مهمة، أن الخطايا الكبيرة لا تبدأ كبيرة، ممكن تبتدي شوية صغيرة. يعني واحدة جارية عادية كده بصت في وشه وملامحه، ويمكن قال كلمة فلقت اللكنة بتاعته مش لكنة اليهودية، لكنة الجليل، قالت فتبقى أنت منهم، وأنت كنت مع يسوع الجليلي، حاجة كده على الماشي. هو ما عملش، ما قالش غير إيه: أنا مش عارف أنت بتقول إيه. كأنه إيه مجد، يعني عاوز يزوغ من الإجابة. في ناس تحاول تكذب بيقولوا عليها كذبة بيضة، أو يعني يزوغ من السؤال. لا، ده دي أول السقوط. إذا كنت مش معتبرها خطية، دي بداية الخطايا الوحشة. عشان كده الشيطان ما اكتفاش بالإجابة دي، حب بقى إيه، لازم يطلع منه إجابة أوحش من كده. لكن أول مرة كانت الكذبة مخففة، قال إيه ما فهمش الكلام، كأنه ما فهمش هي بتقول إيه. لست أدري ما تقولين، أو أنت بتقولي إيه. طبعا فيها نوع من الإنكار المتغطي شوي، وفي ناس كده لما تخاف تحب تغطي على الكذبة، فما تقولهاش كذبة صريحة لكن تقولها متغطية، برضو خطية لأنها ممكن تجيب بعدها كذبة أوحش. ثم إذ خرج، الظاهر بعد الكلمة دي ابتدى يكش، فابتدى يرجع لور، يطلع لبر، فكان قريب على المبنى وبعدين طلع بقى ناحية الجنينة ور. خرج إلى الدهليز فرأته أخرى فقالت للذين هناك. المرة الأولانية كان مواجهة بينه وبين الجارية بس، وعرف يزوغ منها ده في نظره يعني. فهو خارج لبرة قابلت واحدة تانية، جارية أخرى، فقالت للذين هناك. المرة دي بقى إيه، بقى في شهود، بقى في ناس بتفرجوا، ناس كتير قاعدة عساكر وغيره: وهذا كان مع يسوع الناصري. هنا الكلمة أصعب، مش أظن كنت واحد منهم، لا، ده كان مع يسوع الناصري. فأنكر أيضا بقسم، ابتدينا بقى نحلف وابتدينا ننكر بجد، يعني ننكر علنا. الأولانية ما كانتش إنكار قوي، إنما التانية إنكار بحلف بقسم. تلاحظوا التدهور، أو أن الخطية الواحد إيه تيجي رجله كده حتة بحتة ويتزحلق ويعمل حاجات صعبة جدا. وهي نفس الليلة اللي المسيح له المجد نبهه، قال له هتنكرني. الخوف وحش، الإنسان لما يخاف يلخبط، وبالذات الخوف يسموه أبو الكذب، يعني أكثر الكذب من الخوف. خوف الناس، إنما خوف ربنا يخلي الواحد ما يكذبش أبدا. خوف الناس يخلي الواحد يكذب، إما بيكذب تجملا، إما بيهرب من عملة، إما بيخاف من يعني الناس بأي شكل. أنكر أيضا بقسم: إني لست أعرف الرجل. هذه زادت بقى، دي كده بقت صريحة ومهينة. طب لو كان المسيح سمعك يا بطرس، هو طبعا سمعك، بس هو تهيأ له في اللحظة دي إن المسيح بعيد، فقال وحلف: أنا معرفوش. طبعا قاسي قوي على ربنا يسوع له المجد، إنه يسمع حبيبه اللي بيقول له أفديك وموت بدالك بيقولها بقسم: أنا معرفوش. لكن الموضوع مخلص، لأن الشيطان نويله، عشان كده قال له الشيطان طلب أن يغربلكم كالحنطة، يعني الشيطان هيستلمك الليله دي عشان انت مصليتش كويس. وبعد قليل برضو الشيطان يدي كده ايه مهلة بريك
شوية دقايق أو عشرات الدقايق يقوم الواحد يبتدي يبرد تاني وما ياخدش باله إن الهجوم جاي تاني. جاء القيام، جم بقى مجموعة مع بعض، دي طبعا تخوف قوي. يعني إذا كانت خض من جارية لوحدها وجارية بتتكلم قدام الناس، أمال بقى لما يقوموا شوية منهم كده ويقولوا له إيه؟ بعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس: حقا أنت أيضا منهم، فإن لغتك تظهرك. حقا أنت أيضا منهم، لغتك تظهرك، ده معناه أنه هو بيجاوب وقال لست أعرف الرجل، أو أقسم نفس القسم ده أو الكلام اللي قاله ده له لكنة معروفة عندهم. واللي موجودين في قصر خيافة كلهم ناس من بلاد اليهودية وليهم لكنة أخرى، فقالوا له لغتك تظهرك. طبعا كان الأولى أنها تتفهم بطريقة أحلى من كده، لغتك شبه لغة المسيح، كلامك الحلو شبه كلامه الحلو، الرئة بتاعتك زي الرئة بتاعته. إنما للأسف كانوا يقصدوا معنى وحش، أنه أنت كده يعني بمجرد الرد أثبتت أنك تبعه. فابتدأ حينئذ يلعن، ده الحكاية باظت خالص، يلعن ويحلف إني لا أعرف الرجل. بقى يشتم ويسب ويلخبط: أنا معرفوش، قلت لكم معرفوش، ويحلف أنا معرفوش، والحكاية باظت. وللوقت صح الديك، ساعتها بقى كأن الديك نفسه صعب عليه وتنرفز وقام صح، قال له: أنت إيه مش واخد بالك؟ كل ده مش واخد بالك. فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له: إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات. فخرج إلى خارج وبكى بكاء مرا. طبعا حكاية صياح الديك دي بتفكرنا الديك دايما يصحى مع الفجر، فكانت الحكاية ظلمة، فده زمن الظلمة، فالديك كده بيقول له اصحى بقى، كأن الديك بيقول له فوق اصحى، انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ فمجرد صياح الديك كأنه انذار: انت لخبطت الدنيا، الحق نفسك وتوب بسرعة. قبل صياح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات، برضو كون الديك صح مرتين مفروض ان ربنا بينبه بطرس ما تزودهاش. ساعات الواحد يبتدي يغلط يقوم ربنا ينبهه وهو مش راضي يتنبه ويزود في الغلط. طب ما بعت لك رسالة أول مرة اديك كان في نص الحكاية والمفروض كنت تاخد بالك. ساعات واحد يبقى عصبي ويجي حد يهديه، بدل ما ياخد على كلامه الحلو يسوء فيها أكتر. لازم يعني تلخبط للآخر، ما تاخد من أول ديك، من أول صياح ما تستفيد. وحبذا لو من الأول خالص عامل حسابك وخايف على نفسك. قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات. الإنكار ثلاث مرات معناها تهمة ثابتة عليه ثلاث مرات، وطبعا معناها ما يقدرش يتحجج قدام حتى ضمير يقول ما قصدتش، يعني ما خدتش بالي، لا لا دي تنكرني، ده إنكار مع اللعن مع الحلف. طبعا خطية مركبة فيها الخوف من الناس، فيها الكذب لأنه قال كلام كذب، فيها اللعن والشتيمة، فيها الحلف والقسم، كل دي خطايا في بعض، خطية مركبة. وبعدين فيها عدم التنبه أو عدم الحرص لأن ربنا يسوع منبهه، فمليانة لخبطة. فخرج إلى خارج وبكى بكاء مرا. ميزة بطرس الرسول أنه ديك لوحده كان صوت اللي يفوقه، أول ما سمع الديك ما عنتش مع نفسه ولا استسلم لشيطان اليأس وقال إيه اللي أنا عملته ده، ده أنا ضيعت الدنيا، ده أنا طلعت خواف، لا بكى. والبكاء المر إذا كان بكاء تائب يغسل القلب ويمسح اللي حصل، ربنا طيب مع التائبين جدا، فالبكاء المر يغسل مهما كان الخطية. فلما بكى بطرس بكاء مرا خلاص كده ربنا يسوع له المجد مش زعلان منه.
أضاف معلمنا لقى أن ربنا يسوع له المجد مع صياح الديك بصله من جوه. الظاهر كان ربنا يسوع كده بيتحرك بين قاعتين في القصر، فوقف صياح الديك ربنا يسوع نظر إليه، يعني بصله من بعيد كده. فبطرس ساعتها حس أن الله أنت سامع كمان، يعني أنا مش هقدر أخبي اللي حصل. نظرة ربنا يسوع دي يعني كملت عليه، لأنها نظرة كلها حب، كلها شفقة. ربنا يسوع مش بيبصله نظرة عقاب، قد تكون نظرة عتاب مش نظرة عقاب. أنا بطرس نبهتك، أنا قلت لك حبيبي خلي بالك، أنا قلت لك ما تبعدش عني، قلت لك صلي معايا، قلت لك ما تقولش أنا أشطر من إخواتي. أنت كل ده ما خدتش بالك منه. قلت لك الشيطان طلب يغربلكم كالحنطة وأنا بصلي لك. فكأن النظرة دي نظرة كلها حب من ربنا، يعني أنا مش زعلان يا بطرس، اوعى تعمل في نفسك حاجة يا بطرس، أنا مستنيك برضو، أنا هقابلك بعد أيام. النظرة دي خلت بطرس الرسول يخجل من نفسه جدا، بقى أنا يا رب أعمل فيك ده كله وأنت لسه بتبص لي نفس البصة؟ أنت لسه خايف عليا من نفسي بعد كل اللي عملته فيك؟ أنت اكتفيت بنظرة يا رب، وأنا اللي عمال ألخبط في الكلام وأعيد وأزيد وألعن وأحلف، وأنت كل اللي عملته نظرة كلها عتاب وكلها حب. خرج خارجا وبكى بكاء مرا. شوفوا نظرة واحدة من ربنا يسوع تجعل الإنسان يخجل ويتوب. نظرة، أنت لما تقف قدام صورة الصليب تخجل من نظرات المسيح، يعني ربنا يسوع يبص علينا ويقول يا جماعة أنا بعمل ده كله عشانكم، أنا بموت عشانكم، أنا بدفع ثمن غالي عشانكم، طب شيلوا الصليب ورايا، طب اكرهوا الخطية، طب جهدوا، طب امشوا في النور. إذا نظرات المسيح له المجد وقت الإهانات ووقت المحاكمة تخلينا نخجل من نفسنا. واحد تاني يقول كمان يعني يا رب يسوع أنت فاضي لبطرس دلوقتي، ده في لكم وفي لطم وفي بصق وفي لخبطة جامدة قوي وفي تهم وفي بهوات، كلهم شياطين عمالين يدعوا عليك الدعاءات، كأن كل ده مش فارق مع ربنا يسوع. اللي فارق معاه يلحق بطرس وهو ايه الشيطان بيلعب بيه، فيبص له كده يقول له انا خايف عليك من اللحظة دي، انا لسه معاك، انا عيني عليك ومش هسيبك. طب واللي بيحصل فيك يا رب؟ مش مهم، مش مركز ربنا يسوع في كل اللي بيحصل معاه، قلبه مع بطرس اللي بينكر وخايف عليه يعمل زي اللي هيعمله يهوذا. تذكر بطرس كلام يسوع، خلينا نفتكر كلام يسوع قبل ما يصيح الديك، بلاش نفتكره بعد ما يصيح الديك. اللي مذاكر كلام ربنا كويس قبل ما يقع هيفتكر كلمة ربنا، اللي مش مركز في كلام ربنا بعد ما يقع هيقول صحيح ربنا سبق وقال، بس هتبقى متأخر. مداش نستنى الديك لما يصيح، خلينا نلحق نمسك في كلمة ربنا قبل صياح الديك. ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه. المحاكمة دي خدت طول الليل، لأنه خدوه من قيافة إلى قصر حنان حمى قيافة رئيس الكهنة السابق، وده برضو كله مكر وخبث. وبعدين رجعوا لقيافة واتفقوا على الصيغة اللي يصدروها لبيلاطس عشان يحكموا عليه بالموت. فكأن في ثلاث محاكمات يهودية كلها كذب وغش حصلت في الليلة دي. ولما طلع الفجر والصبح ابتدى يطلع، قالوا نروح بقى على قصر بيلاطس نستصدر الحكم بإعدامه. فتشاوروا على يسوع حتى يقتلوه. واحد يقول ما هم خلاص اتفقوا، ايوه هنا التشاور بأي حجة هنخلي بيلاطس يشترك معانا في الحكم. فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي، الوالي الروماني ده مش يهودي. حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ.
مش بعيد يكون يهوذا لما لقى المنظر في جرثيماني المسيح اتمسك بجد وانه تهان وانه بيتزق وان العملة بتاعته كملت فقل روح ايه اللي انا عملته ده؟ انا اهنت معلمي والهي اللي اداني كل حاجة حلوة. فابتدى يتخضم بالمنظر. هو اصل الشيطان يسهل الخطية، انما بعد ما تحصل الخطية يضخمها. دايما الشيطان يعمل كده، قبل ما الواحد يغلط يهونها، وبعد ما الواحد يغلط يهولها. التهوين يجي قبل ما الواحد يغلط، والتهويل يجي بعد ما تغلط عشان تيأس. عشان كده الشاطر قبل ما يغلط هو اللي يهول، هو اللي يخاف، لانه يقول لا دي خطيه كبيره، دي جريمه في حق ربنا، كل كذبه وكل كلمه بطاله تعطون عنها حسابا. ولو جه غلط يهون، يعني يقول معلش ربنا رحمته واسعه، ربنا لا يشاء ان يهلك احد، ربنا برضه طيب وبيحبني، هو محب الخطاه. فيبقى الواحد فاهم عدو الخير، يجي قبل الغلط يهون ويجي بعد الغلط يهول. فهنا يهوذا حس بجسامة الخطية، اكتشف البشاعة اللي عملها، ندم. خلوا بالكم، ندم غير كلمة بكى بكاء مر. يا ريتك يا يهوذا بكيت، يا ريتك بكيت زي بطرس. بطرس تاب لأنه لسه في بقايا حب في قلبه، فالحب حماه من اليأس. الرجاء اللي في قلبه ان ربنا ممكن يقبله خلاه يبكي بحرقة وينتظر قيامة المسيح عشان يعتزله. انما يهوذا ندم، وندم دي ممكن يبقى اي انسان، ملهاش دعوة بالروحيات. الندم لوحده شعور قاتل، الندم بدون رجاء حزن رديء ممكن يخنق الانسان ويضيعه. الندم ممكن يصاحبه احساس فظيع بالذنب يخلي الواحد مش طايق نفسه لغايه ما يموت نفسه. انما التوبه غير كده، التوبه ده عمل روح الله في القلب اللي يخلي الواحد مهما حس بالندم برضه عشمان في رحمه ربنا، وعارف ان ربنا طيب وهيسامح، ويقدر ينسى الخطيه بعد كده وما يفكرش فيها. لكن يهوذا هنا حاصرته الشياطين وأفكار الندم الفظيع والإحساس بالذنب، ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ. شوفوا، الثلاثين فضة قبل الخطية كانت حاجة كبيرة قوي في نظره. الشيطان يعمل كده يخلي الشياطين الفضة دي تزغل العينين، وده كلام فاضي، رقم صغير. لكن بعد الخطية بقت الثلاثين فضة دي ولا ليها قيمة. شوف الشيطان يعمل ايه برضو كده. الشهوات كده قبل ما الواحد يقع في اي شهوة تبقى حاجة كبيرة ومزغللة عينيه، وبعد اي شهوة يحس ايه التفاهة دي، ازاي انا بعت ضميري عشان كده. فرد الثلاثين من فضة بصص لها كده باحتقار ومتغاظ من نفسه، ازاي عمل كده، ومع كده ما كانش لا في حب ولا في رجاء. ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا قد أخطأت. يجوز هو رايح لهم عشان يهونوا عليه، بس هو راح لناس غلط. يا ريته رايح لكاهن أب اعتراف في العهد الجديد يطبطب عليه يقول له ابني ربنا رحمته واسعة، هي صحيح خطية كبيرة قوي بس ربنا مات عشانك. إنما ده رايح لمين؟ رؤساء الكهنة الأشرار والشيوخ اللي كلهم ظلمة. قائلا قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. دلوقتي بس عرفت أنه دم بريء. مش كل واحد يقول قد أخطأت يبقى تائب. هنا قال قد أخطأت، لكن هنا عن شعور بالندم بدون رجاء غفران، وبدون عزم على التوبة والرجوع لربنا، وبدون صلاة، وبدون محاولة لتغيير اللي حصل. لا، ده ندم. مش كل أخطأت مصحوبة التوبة. فهنا قال قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. فقالوا ماذا علينا؟ يعني وإحنا مالنا؟ أنت أبصر. شوفوا القسوة بقى، يعني قدامهم واحد منهار وحاسس بذنب فظيع. لا، هم ما يهمهمش يهوذا. يهوذا استخدموه بس، لكن دول قلوب حجر ما يهمهمش حد.
قالوا له احنا مالنا بالموضوع؟ ماذا علينا؟ دايما الشياطين كده، ومن يتعامل معهم كده في قسوة، مفيش حب. هم استقبلوه بترحاب شديد جدا قبلها بيومين، لما جه يعرض الخيانة منتهى الترحاب والاستقبال الحافل والمحبة الغاشة. إنما دلوقتي بعد ما كملت الحكاية ولا بيعبروه، ماذا علينا؟ أنت أبصر، شوف أنت عاوز تعمل إيه. فطرح الفضة في الهيكل مش قادر ياخدها، من إحساسه بالذنب رمى الفلوس في الأرض وهو واقف في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. في الغالب راح ناحية الجبل وعلق نفسه في حبل وخنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل أن نلقيها في الخزانة. يعني اللي جه في بالهم إيه؟ طب نرجعها خزنة الهيكل. فواحد قال لهم لا لا، دي تمن دم. شوفوا بقى الضمير، يعني ده تمن دم، مش معقول ندخلها الخزنة، خزنة الهيكل ما يدخلهاش كده، تمن دم. لكن شوفوا تخدير الضمير يوصل لإيه، يعني لسه بيتأمروا على قتل المسيح. طب ما في إيديكم تمن الدم ترجعوه، بلاش تكملوا المصيبة دي أبدا. مش ده المهم، المهم من الفلوس اللي تمن الدم ما تدخلش الخزنة. في ناس تبرأ ضميرها كده، تغسل إيديها وتخدع نفسها كأنها طلعت براءة، وتبقى عاملة صعبة لأنها ثمن دم. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخار مقبرة للغرباء. قالوا نعمل بها ايه؟ قالوا طب ده احنا يمكن بقى لنا مدة عاوزين نجيب مدفن للغرباء. لما كانوا يجوا الناس اليهود البسطاء داخلين اورشليم يزوروا الهيكل في الاعياد، منهم ناس كانت تموت في الموسم ده من كتر التعب، من كتر العجز، من كتر المرض، او من كتر الزحمة، فما يعرفوش يدفنوهم فين. فقالوا طب مصلحة نعمل لهم مقبرة للغرباء عشان ما يتكلفوش حاجة. طبعا دي ليها معنى تاني، ان كل من عاش غريبا على الارض المسيح دفع ثمنه ودفنه في ارضه، لانه ده مقبرة الغرباء بدم المسيح، بتمن دم المسيح. فعاوز يقول ولاد اليهود اللي اصحاب البلد ما لهمش نصيب، اما الغرباء الأمم اللي هيبقوا مؤمنين بعد كده واللي عاشوا غرباء زي أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب مستنين الحياة الأبدية، دول يدفنوا عندي، دول تبعي أنا. فلقوا حقل رخيص، غالبا كان رخيص لأن 30 فضة ده مبلغ صغير، اسمه حقل الفخاري. والفخاري دي موجودة في أرمية 18، كان ليها حكاية أن ربنا يسوع قال أرمية روح شوف الفخاري بيعمل إيه. الفخاري ده راجل غلبان بيجيب الفخار عجينة كده زي الصلصال، ويقعد يشتغل على الدولاب مكنة كده يحركها برجله وبصوابعه يشكل الإناء، فيطلع يا إما حاجة حلوة ولو باظت منه يعيدها تاني. فيقول وهو بيتفرج فسد الوعاء الذي كان يعمله بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر. وبعدين ربنا قال له روح قول بقى يا أرمية للجماعة اليهود مش انتوا في ايدي زي الطين في يد الفخاري، لو ما سمعتوش الكلام انا هشوف لحد تاني غيركم، انا بحاول اعمل منكم حاجة وانتوا مش عاوزين تتعملوا. فكأن رسالة الفخاري هنا هي رسالة غضب على اليهود، انا حاولت اشكلكم وعدلكم واظبطكم واعمل منكم اناء مختار وانتوا مش عاجبكم، انا هاخد طين تاني واعمل اناء جديد من الامم ويبقى لي شعب مختار من كل الشعوب المؤمنين ومش عاوزكم. فكلمة الفخاري هنا كان ليها قيمة في ان دي نهاية العلاقة بين الله واليهود المتعبين دول، وبداية العهد بقى الجديد مع كل المؤمنين من كل العالم. نفس الكلام قاله زكريا النبي في اصحاح 11 وقالها بمنتهى الدقة، ثمنوا دفعوا الثمن اللي تمنوني به 30 فضة، فقال لي الرب القيها في حقل الفخاري. حاجة عجيبة قبلها ب 500 سنة بهذه الدقة زكريا النبي يتكلم، يقول اسم الحقل ويقول التمن ويقول تمن العبد ويقول ان ربنا هو اللي قال اعملوا كده. منتهى الدقة، ازاي ده يحصل قبل المسيح ب 500 سنة؟ كأن زكريا النبي حاضر الحادثة بتفاصيلها. ف
فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء، لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم، يعني اسم الحقل كان اسمه حقل الفخاري. بعد ما دفعوا الفلوس الناس عرفت ان اشتروها بثلاثين فضة اللي خدها يهوذا ورجعها الهيكل تاني، فالناس لقبت الحقل ده وقالت من هنا ورايح يسموه حقل دم الى هذا اليوم. كأن احنا كلنا بقى عاوزين نروح ندفن في هذا الحقل عشان نبقى تبع المسيح له المجد، تبع الدم، دم العهد الجديد. حينئذ تم ما قيل بأرميا النبي القائل: وأخذ الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل. هي الآية دي بحرفها موجودة في زكريا. ليه بيقول ما قيل بأرميا النبي؟ إما لأن أرميا سبق زكريا وذكر فكرة الفخاري، وإما لأنه في الوقت ده كان كتب الأنبياء تجمع في جزء واحد، وأكبر كتاب فيهم كان أرميا، فكان يقال على الجزء كله أرميا. يعني بقى أرميا معاه زكريا، معاه حجاي، معاه ملاخي، معاه الكتب دي، فالجزء كله يسموه أرميا بكل ما يحتويه. عارفين زي ما تقولوا إيه؟ زي ما يقول واحد الآية دي جت في الأناجيل. هو ما حددش بالظبط إنجيل يوحنا ولا متى ولا مرقس ولا لوقا، بس هو ما غلطش لما قال إنها جت في الإنجيل. أو يقول جت في العهد الجديد، ما قالش في بولس ولا في بطرس ولا في متى. فهو لما بيقول أرميا النبي يعني الكتاب الكبير اللي فيه نبوات كتير وأكبرهم أرميا، فيأخذ لقب كتاب أرميا. أخذوا الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل، دي بالضبط اللي قالها زكريا النبي، وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني الرب. يبقى لكي تكمل الكتب كل حاجة بمنتهى الدقة، حتى الثمن اتكتب، وحتى اسم الحقل اتكتب، والمؤامرة اتكتبت، وكل شيء كان مسجل قبل ما يحصل بمئات السنين. طبعا حكاية اليأس هنا نتكلم فيها شوية. يهوذا يئس، واليأس أوحش خطية وأصعب خطية. يعني حتى اللي عمل يهوذا بكل ما فيه من بشاعة وقسوة وحب مال وإنكار لمحبة ربنا، إنما كان عنده فرصة توبة. لو كان يهوذا بكى بكاء مرا زي بطرس وانتظر قيامة المسيح وجري عليه بس ايديه ورجليه واعتذر له، كل حاجة كانت خلصت. انما ربنا يسوع كان شايف النهاية الصعبة، شايف ان شيطان اليأس هيستلمه. مهما الواحد عمل لابد ان يحذر من شيطان اليأس. اوحش شيطان واوحش خطية، لانها تخلي الواحد ما يرجعش لربنا. كل خطية يرجع فيها الانسان لربنا يسامحه عنه. إنما اليأس يعطل التوبة، يمنعها، لأنه بيمنع الرجاء، فيخلي الواحد شايف خطيته بلا غفران. الحقيقة المسيح قال ما فيش خطية بلا غفران إلا التجديف عن الروح القدس اللي هي رفض التوبة. فلو الواحد تاب مهما كان عمل ربنا بيقبله، إنما اليأس ما بيتوبش. وعشان كده رسالتنا لما نلاقي واحد يأس من نفسه نشجعه لألا يقع فريسة في يد الشيطان ويهلك. نشجعه مهما كان عمل، مهما كان ضيع من عمره، نقول له ربنا يحبك وعاوزك، وما تفكرش في اللي فات. بطرس أنكر ولعن وحلف، خطيئة كبيرة قوي، ومع كده ربنا يسوع قبله ورجع. مش بس إنسان عادي، رجع رسول عظيم. قد إيه تدي رجاء. والكتاب حاطط القصتين ورا بعض عشان يورينا مثالين الشيطان غلبهم، بس واحد غلب الشيطان بالرجاء والتوبة، واحد اتهزم من الشيطان باليأس. إنما الاثنين عملتهم صعبة. فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا: أأنت ملك اليهود؟ على قد المعلومات اللي جاية لبيلاطس إيه التهمة بقى مكتوبة قصاده إيه؟ ده عامل ملك. ما قالوش بقى ده عامل ابن الله، هيقول لهم أنا مالي، بتفرقش معاي. إنما اللي يفرق مع بيلاطس إن واحد يقول إنه ملك اليهود معناها عاوز يحرر اليهود من الرومان، يبقى ناوي على ثورة وناوي على فتنة وسياسة. هنا ده موقف يخوف بالنسبة للدولة الرومانية. فهم بعتين له التهمة، الراجل ده بيدعي إنه ملك اليهود، فشوف أنت بقى هيقاوم قيصر.
فسألوا سؤال مباشر. الرومان كانوا يعني حقانيين في قانونهم عادة. قال له يسوع: أنت تقول. المسيح له المجد ما بيخافش، قال له: أنت عارف كده، أو أنت بتقول يعني نعم أنا ملك اليهود. وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء. ابتدوا بقى هم يتكلموا، ده عاوز يعمل ثورة، ده بيلمم الناس حواليه، ده بيقاوم المستعمر، ده قال ما تدفعوش لقيصر، ويكذبوا براحته. فقال له بيلاطس، بيلاطس طبعا فهم ان دي مؤامرة وان دول كلهم كذابين وهذا الانسان الوديع في نظره مش ممكن يكون عامل كده. اما تسمع كم يشهدون عليك؟ يعني عاوز يقول له قول انا ما عملتش ده كله خلاص. اما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة. حتى تعجب الوالي جدا. تعجب ليه؟ لان الوالي بيقول في باله هو بس لو قال انا ما قلتش وما عملتش هطلعه براءة، لان الوالي بيكره اليهود. عمرهم ما كانوا حبايب، كلهم بيكرهوا بعض. فهو مش عاوز يمشي على خطته، بس مستني منه كلمة يقول انا ما عملتش خلاص، ما حدش يقدر يثبت عليه التهمة. لكن كونه ساكت وكأنه متهم وكأنه بيقول عملت. فبيقول أما تسمع كم يشهدون عليك؟ يعني عندك فرصة. فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة. يعني فرصة ربنا يسوع له المجد هنا أسهل جدا في أنه يطلع براءة، لأن دلوقتي ده مش ملعب اليهود خالص، ده ملعب الرومان. وهنا هو عارف أنه بيلاطس مش بيحبهم، لكن ربنا يسوع داخل عشان يتصلب. هو مرتب ده كله، قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها، فمستحمل كل اللي بيحصل من أجلنا. وكان الوالي معتادا في العيد، الوالي عاوز يطلعه براء، ففكر في حيلة أخرى عشان يطلع بها ربنا يسوع براء. كان معتادا في العيد أن يطلق للجمع أسيرا واحدا من أرادوه. الوالي عشان يكسب ود اليهود لأنه مستعمر، فساعات يعمل حركات كده عشان يخلي الشعب ما يقومش عليه. يقوموا يجوا في الأعياد الكبيرة بتاعتهم ويطلع لهم أسير من الأسرى اليهود اللي عندهم أو الشخصيات المشهورة. وفي شخصيات هنا محبوبة بالرغم من تطرفها وبالرغم من أنها شخصية صعبة. فحط ربنا يسوع قدام شخصية يعني قمة في الإجرام عشان يبقى يقول مش ممكن هيختاروا التاني، يبقى لازم يختار يسوع. أن يطلق للجمع أسيرا واحدا من أرادوا. وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى باراباس. ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون أن أطلق لكم، باراباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟ حطوهم كده في اختيار. باراباس ده كان قتل ناس، يعني انتوا هتطلعوا واحد يقتل فيكم، هتطلعوا واحد يهدد حياتكم، فاختاروا بقى بعقلكم هتمشوا ورا مين. لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. هو بيلاطس فهم على طول أن دي غيرة من اليهود تجاه المسيح. وهنا كلمة حسد جت في الإنجيل، عشان في ناس بتقول هي الحسد موجود. موجود موجود، بس مش بالمعنى اللي الناس واخد عليه، لا بمعنى الحقد والغيرة. أسلموه حسدا يعني إيه؟ يعني اليهود من غيرتهم من المسيح تآمروا عشان يوقعوه في الموت، فأسلموه حسدا. فكلمة حسد مش معناه واحد جوه دماغه كده بيفكر في واحد يقوم يتأذي، لا مش ده المعنى للإنجيلات. إنما واحد بيكره واحد وبيغير منه فيتآمر عليه ويأذيه، زي إخوات يوسف حسدوه فرموه في البير وباعوه. هنا ده الحسد، الحسد بمعنى الغيرة الشديدة اللي تخلي الواحد يأذي الشخص، إنما مش معناها شعور يتحول إلى أذية للشخص الآخر كده بدون تدخل، لا مفيش الفكرة دي في الإنجيل. فهنا يقول علم أنهم أسلموه حسدا، هو عرف إن دي غيرة مرة في قلبهم متغاظين منه، وطبعا ملهمش حق في اللي بيعملوه. وإذ كان جالسا على كرسي الولاية أرسلت إليه امرأة قائلة، جيل متى الوحيد اللي ذكر الحادثة دي، إياك وذاك البار.
مراته بعتت له في الوقت ده، ده احنا الصبح بدري خلي بالكم يعني قبلها بساعة ولا حاجة، حلمت حلم. فبعتت لجوزها بيلاطس قالت له اوعى تقرب منه عشان برضو ايه ربنا يبقى اداله كل الفرص انه يطلع براءة، ما يبقاش يعني ما يقولش انا ما كانش ليا دور. اذ كان ارسلت اليه امراته قائله اياك وذلك البار لاني تالمت اليوم كثيرا في حلم من اجله. يعني لقى ورقه داخله له كده مراته بتقول له اوعى تعمل فيه حاجه، انا تالمت في حلم من اجله. طبعا دي المفروض تخليه يتراجع، دي مراته وتدخلت في الموقف تدخل غير معتاد وحلم مفاجئ، وهو نفسه حاسس ان هم ظالمينه واسلموه حسدا ومش لاقي عليه ولا تهمه طبعا. ولكن رؤساء الكهنه والشيوخ طبعا لقوه متردد فبصوا لبعض وخاف احسن ايه تفلت الحكايه منهم، فبسرعه حرضوا الجموع على ان يطلبوا براباس ويهلكوا يسوع. في ناس تتاثر بالصوت العالي وبالدوشه وبالزن فخلوا الجموع تهتف عاوزين براباس عاوزين براباس عشان ما يدلوش فرصة يفكر عشان ما يتراجعش عشان يهزوه بالدوشة وبالصوت العالي. فأجاب الوالي وقال لهم من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟ عاد لهم السؤال تاني فقالوا براباس، اتفقوا كلهم في صوت واحد براباس. فقال لهم بيلاطس فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ واضح انه مش موافق على الذي يطلبوه. فقال له الجميع ليصلب. فقال الوالي واي شر عمل؟ وانت بتسالهم هم، ما تسال قلبك ما تسال ضميرك، انت بتسالهم هم ازاي اي شر عمل؟ فكانوا يزدادون صراخا قائلين ليصلب. فلاحظوا هنا بقى ما عادوش بيجاوبوا على السؤال لانه ملوش اجابه. أي شر عمل؟ حد يقدر يلاقي لها إجابة؟ لا طبعا ملوش شر أبدا، لم يفعل خطية ولا خطية واحدة، من منكم يبكتني على خطية؟ فإذا الإجابة ما تنفعش، فيضطروا يعملوا إيه؟ يصرخوا بصوت أعلى ليصلب ليصلب وخلاص. فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا، هنا مش عارف يطلع من المطب، هاجوا عليه زيادة. وبعدين عرض عليهم اختيارين، اختاروا بيلاطس وبعدين مش لاقي له تهمة. حيرة لما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغب أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا إني بريء من دم هذا البار، أبصروا أنتم. قال لهم يعني اللي انتوا عاوزينه اعملوه. وهل يبرئك يا بيلاطس غسل يديك؟ وهل يبرئك؟ زي حكاية ما دخلوش الثلاثين فضة خزانة الهيكل عشان يبقوا أبرياء، وهل يبرئكم ما حطتوش الثلاثين فضة في الخزنة وده تمن المثمن الذي ثمنتوه؟ هنا يوضح قوي أن الشيطان يعمل إيه، يوقع الواحد في خطية كبيرة وبعدين يخليه يعمل حاجة كده تخدر ضميره تبرد ضميره عشان ما يحسش بذنبه عشان ما يتوبش. فقام غسل ايديه عاوز يقول ايه انتوا حرين، انتوا حرين حرين ازاي وانت محطوط في المكان ده ليه؟ مين المسؤول؟ مين اللي بيحكم؟ عشان كده لغاية النهاردة في قانون الايمان نقول ايه صلب في عهد بيلاطس المنطي، خلاص مسكت فيك الى الابد يا بيلاطس لانه كان ليك دور انك تبرأ المسيح. صحيح ربنا يسوع له المجد اختار الصلب وكل شيء مرتب، لكن بيلاطس ليس بريئا. عشان كده في انجيل يوحنا يقول ايه ربنا يسوع لما رد عليه مره واحده قال له خطيه الذي سلمني اليك اعظم. يعني اليهود خطيتهم اعظم من الرومان، ويهوذا خطيته اعظم من بيلاطس، انما كلهم خطا، كلهم مشتركين في الجريمه دي، جريمه التاريخ كله كلهم مشتركين فيها، وبيلاطس منهم لأنه صاحب قرار كان المفروض يقرر حسب القانون، والقانون هنا يبرئ المسيح تماما. فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا
بل بالحري يحدث شقب أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا إني بريء من دم هذا البار، واعترف أنه بار. وفي زمانهم لا يقال كلمة بار إلا على الله وحده، كلمة بار أو صالح لا تقال إلا على الله وحده. فكأن بيلاطس ضمنيا قال أنا عارف أنه بريء، مش بس بريء ده بار. ابصروا أنتم، هنا الضعف بقى قدام الهيصة بتاعتهم والخوف دخلوا. فأجاب جميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى أولادنا. هم بيقولوها بمعنى، إنما الحقيقة استخدمت بقى بمعنى آخر. هم بيقولوا لازم دمه يبقى علينا عشان نتبرأ منه يعني، إنما دمه علينا وعلى أولادنا يعني دمه هو اللي هيشيل خطايانا وخطايا عيالنا، وهم مش داريين إن هم بيقولوا كده. هم يقصدوها لابد أن دمه يسفك عشان نبقى أبرياء أمام الله، إنما معناها لن نكون أبرياء أمام الله إلا بدمه. دمه علينا وعلى أولادنا، وكأنهم في ظلمهم تنبؤوا على أن دم المسيح على كل البشر وعلى أولاد البشر. حينئذ أطلق لهم باراباس، وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب مجدا للثالوث الأقدس.